الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. إن شاء الله شهر رمضان. إن شاء الله. شنو ما تحضرات لبستو؟ شوية تسلة، شباكية، إنسان يمشي للجامع يصلي التقوى ويتقى الله. إيوا الله يكمل علينا وعليكم كل شيء بالخير يا بنتي. ممكن نسولكم فاش المشكل؟ بغيتي توجد رمضان؟ وجدنا لي وجدنا لي انا فمي بحي. درنا شويه تقاوات ودرنا شويه شباكيه والحمد لله حنا في الجيل في البحر. وكيفاش دوزو رمضان؟ كندوزو بخير، كنجيو للجدانا كندوزو جوج ثلاثه عاد نطلعو. منين نتوما؟ انا كازاوي وجيت سكنت في الجيده، عجبتني الجيده وسكنت فيها. الله القاسم. واش غنقول لك؟ الحمد لله. رمضان كريم. الحمد لله رمضان كريم، والله يدخلوا علينا بالرزق وبالتيسير وبالعفو. تنطلبوا الله يعفو علينا وعلى وليداتنا وليدات المسلمين جميع كافة اجمعين. الحمد لله اللي عنده صحيحته عنده كل شيء. رمضان زوين ماله، كيدخل بالرزق وبالتيسير والحمد لله. الدنيا شو كيدير بهجة جديدة زوينة. كنتلفوا فيها جديدة فنة. أنا راس كازاوية ولفت هنا. ايوا الحمد لله. الحمد لله رمضان كنفرحوا به، وحنا كمغاربه كمسلمين كنحتفلوا بهذا الشهر بالعادات المغربيه اللي كما تعرفون، وجدوا الحلوى والصفا، وكنفرحوا ونجتمعوا بعضياتنا، وكاين الصلاه وكاين الايمان. لان الصلاه شهر مغفره والتوبه. المناسبه ديال هذا الشهر كنستعدوا ليه، يعني كنستعدوا ليه نفسيا وجسديا وروحيا، لانه ماشي غير الشهر ديال الوجبات والوجبه ديال الاكل وديال اللي هو ايضا شهر ديال العباده وديال الصلاه وديال صله الرحيم وديال الانسان هو كيستعد وكيكون عنده واحد الشهاد، كيبدا يشهد في العباده ديالو، كيبدا يتزين باحسن اللباس. يعني هذا هو هذيك العاده ديالنا. كنوجدوا السله وكنوجدوا ديك بشنيخه وكنوجدوا ديك مخرقه. ايوا هادشي كاع كنوجدوا. كيفاش دوزوا عادة رمضان؟ كيف تقدروا؟ كيدوز زوين عادة، كندوزوا مع العائلة، كنديروا مسمن، كنديروا بطبوط، كنقليو الحوت، كنديروا كفتة، طاجين الكفتة، مرة طاجين الدجاج والحريرة. ما الحل سخون زعما؟ لا، وتنديروا الحريرة ايوا وبغرير. شنو كتقولي للمغاربة بمناسبة رمضان الكريم؟ ايوا الله يدخلوا علينا الصحة والسلامة إن شاء الله، ونصوموا صوم مكمول إن شاء الله إحنا وجميع المسلمين. أما أنا غنصوموا في السعودية إن شاء الله. ادعي معنا دخل رمضان تخفف علينا على المؤمنين، هذا الشيء اللي بغينا هو هذا. ولكن وأنا ما كنقوم حتى بشي تحضيرات، أنا راجل مالي الدار اللي كيقوموا كاع بجميع التحضيرات. ورمضان كتكثر الشهيات ديالو، بلا كاين شهيات اللي ما كتكونش تبغيها كتبغيها في رمضان. ملي الجوارح كلها كونفيرمي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.